أحسن الله إليكم. يقول السائل: لظروف عملية سوف أسافر خارج البلاد ولا أستطيع أن أخذ زوجتي معي، وحفظا على نفسي من الوقوع في المحرم أرغب الزواج بنية الطلاق بعد انتهاء عمل الذي سوف يستمر أكثر من سنتين، وهل أخبر الزوجة أو وليها بنيتي وجزاكم الله خيرا؟ الزواج بنية الطلاق متعة محرمة إلى يوم القيامة، لا يجوز هذا، ولا أقل ما فيه أنه خديعة للزوجة ولوليها، فهذا لا ينبغي. الزواج الأصل فيها الاستدامة والرغبة إلى الله عز وجل في تحقيق مقاصده، وينبغي لمثلك أيضا أن يراعي الأنظمة المعتبرة في الدولة، فلا يتسبب في مشكلة تضيع عليه ذريته أو يفرط فيها في عرضه أو يكون عليه نقص في دينه، فيتزوج مراعيا هذه الأمور ويقصد الاستدامة، ومن يتق الله يجعل له إيش؟ مخرج ويرزقه من حيث لا تحتسب، والآية الأخرى يجعل له من أمره يسرا، كفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أحسن الله عليكم. السؤال الأخير: ما نصيحتكم للزوجات اللاتي يتنكرن لأزواجهن؟ يا أخوان بالمناسبة هذا موضوع الزواج بنية الطلاق خطير وضرره كبير، ويفتح أبواب على الزوجين في التساهل في أمر الفروج لا تخطر على بال، ويوجد من الإحصائيات والحوادث ما يشيب لهوله الرأس ويقشعر له جلد، هذا أمر. والأمر الثاني الذي يسمى المسيار، هذا أيضا ما هو بعيد من الزواج بنية الطلاق، لأنه يكتم ولأنه يفتح باب شر، ولأنه يتزوج الرجل بامرأة لا يعرفها ولا يريد أن يعرفها، والمرأة تتزوج بشخص زوج لا تريد أن تعرفه، تمضي حال، وهذا أمر خطير. فهذا أفتى فيه من أفتى لاعتبارات أن تكون المرأة معروفة والأسرة معروفة وتكون ذات عيال وتحتاج إلى من يساعدها على عيالها وعلى نفقاتهم، أو الرجل يكون كذلك كبير سن أو يكون معدد وعنده ظروف أو غير ذلك، يعني ما أفتي فيه على الإطلاق، ولا بد أن يوثق من الجهات الرسمية، ولا بد أن يكون يعلن، يكون أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف. فأما أن يكون بهذه الطريقة التي انتشرت وشاعت عند بعض الناس خصوصا الذين يسافرون خارج البلاد، هذا أمر والله أعلم إنه من مقدمات الابتلاء بالزنا، ومن مقدمات العقوبات التي تقسم الأعمار وتذهب الأعمال وتؤدي عياذا بالله إلى سوء الخواتيم. احذروا من هذا وحذروا إلا في أمور محدودة ويراعى فيها أهل الشرع، تراعى فيه خبرة أهل الخبرة وفتوى أهل الشرع. يقول الإنسان: أنا وضعي كذا، ظروفي كذا، وجدت امرأة كذا وكذا، والحال تقتضي كذا وكذا، فإن أفتوا فليستعن بالله وليتوكل عليه، وإن ما أفتوا فليحمد الله على أنه لم يتعجل أمرا قبل أوانه. هذه مهمة وجاءت الفرصة للتذكير بها.